ودلوقتي هسيب حضراتكم مع تقرير عن إطلاق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا المسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات رقم 47. نشوف التفاصيل. أقيمت فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تنظيم واستضافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للمسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في دورتها 47 تحت اسم ICPC 2023، وكان ذلك بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين. طبعا احنا كلنا شايفين النهاردة يعني الكلمات اللي بتصدر عن المدير العالمي للمسابقة الدولية للبرمجيات بروفيسور بيل باوتشر. هو جاي من شرم الشيخ، هو شاف الامكانيات اللي هناك، اكيد بص على كل الامكانيات، البنى التحتية والبنى الرقمية. طبعا راجع بيقول ستكون الافضل على مستوى العالم في تاريخ تنظيم المسابقة. البطولة دي كانت بتتعمل في شرم الشيخ سنويا على مستوى محدود، على مستوى عربي وافريقي وهكذا. لا ده انت دلوقتي هتجيب العالم كله، هتجيب 115 دولة، هتجيب 60,000 مشترك. فطبعا الموضوع يخوف، انما احنا بنقول لا. ويمكن الدكتور اسماعيل برضو قعدنا نتكلم مع بعض وبقول له احنا جاهزين، وعشان كده هو اشتغل جامد وتحرك وطلب وقدم طلب، وكان في طبعا طلبات عديده من دول عديده عشان ياخدوا البطوله دي. البطوله دي مش حاجه بسيطه، يعني ممكن هو قال دلوقتي انه حضر البطوله اللي فاتت في موسكو. المسابقه دي من اهم المسابقات في حياه الطلاب من ناحيه العلميه. المسابقه دي بتستقطب مئات الالاف من الطلاب على مدار الاعوام السابقه. عدد الطلبة اللي احنا شاركنا في تأهيلهم وصل ل400,000 طالب. الطلبة دي حاليا هم قادة العالم في التكنولوجي وفي الشركات العالمية. فالنهاردة احنا بنستضيف 300 فريق من خيرة عقول العالم من كل دول العالم. ده طبعا شيء رائع، لانه هذه المجتمع المسابقة نتاجها بتخرج لنا مجموعة من اللي احنا بنسميهم القادرين على وضع حلول المسائل، ودول اللي كل الشركات العالمية بتهتم بيهم، لانها الناس بتدور على حد تقدر تديله مشكلة يحلها. احنا نجحنا احنا نزود الاويرنس بين الطلاب بتوعنا. احنا بدأنا ب 45 فريق في 2007، النهاردة عندنا ما يقرب من 3,000 فريق. احنا ما بنتكلمش على طلبة عاديين، نتكلم على طلبة مميزين جدا، عندهم موهبة التفكير، موهبة حل المشاكل. طبعا الامباكت علينا وعلى الدول العربية في ولادنا دي، ان احنا بنعلمه صح او بنعيد طريقة تعليمه بطريقة تمكنه من التعامل مع التحديات العالمية اللي بتواجهنا. حدث هام يقام على ارض مصر في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، حيث يعد الحدث الاهم الذي يجمع اكثر من جنسية في مسابقة كبرى يستفيد منها الجميع. سيف محمود، صباح البلد.